طورت القاعدة تبعي وعملتها طوابق، بس مشان شو برأيكم؟ تابعوا الحلقة لتعرفوا التفاصيل. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية أنتوا وأهلكم وأحبابكم. أهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من عالم الرفقاء. أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء الرائعين. بسرعة بدنا نعمل مغامرة أبو سريع كتير، بدنا نحاول نروح نجمع لوت، نقتل العالم، نساوي أي شيء. أخذ معي طبعا تشكيلة كتير مميزة، خليني أفرجيكم إياها. ناري أسطوري، وهذا أنا تفاجأت ليش ما كنت عم بلعب فيه الحلقة الماضية بعد ما صدته، مع إنه كتير قوي. يعني لما أحكي كتير قوي يعني شوفوا قديش التاك تبعيته 314 مع هجوم الأرضي، مع هجوم عشبي وهجوم عشبي، والاتاك تبعيته مع الباسيف سكيلز زائد 30. واو، ليفله طبعا 18، فخلينا نستغله. طب خلونا نروح نكمل بهذا الاتجاه، هيك ممكن نروح لهذا الاتجاه، ناخذ هاي النقطه ونتوسع شوي حواليها. تعال معلم تعال، ممكن نصيد هذا البوكيمون، اقدر اخذ معلومات عنه قبل ما اصيده. 12 والله ايزي ايزي. تعال معلم نزلنا هون لقلك. هي ضربناه ضربة ثانية، او قتلناه. هلا والله بالمستعمرة. سوى شي بنصيد هذا الطير كان. لا لا انت لا تقس عليه، بالعقل معلم بالعقل. اوكي وقف رجع. شباب شباب يلعن وبركون، شو هاد؟ شو عم بصير معكم؟ ليش هالقتل بسرعة؟ دقيقة أصدقائي، هذا شو بدي تخلص منهم؟ مش طبيعي اللعبة هيك. لكو علقونا مع هذا المائي. قتلو، وقف وقف، رجع رجع. أعطينا يا لهذا المائي. والله أصدقائي هذا إجا هيك بالصدفة. تعالوا لك لك دمك بزقى يا زلمه، والله العظيم خاف اضربه. هذول ضروري نقلل منهم، هذول اللي معانا ضروري عم يقتلوا لي الخصم بسرعه كثير عاليه. حلو حصلنا عليه، هذا هو البوكيمون الصغير حصلنا عليه، بس ووترينج تبا له. هذول الانين ما دخلنا فيهم. طب نرجع لموضوع الطير تبعيتنا ونروح نكمل المغامره تبعيتنا. صدنا لهذا ابو الماء اللي كاننا ناويين نصيده. شو عم يصير لهم هذول؟ ما احلاهم اصدقائي، شو عم يطلع من عندهم؟ واو ما احلى شكلهم. ليك شو عم يطلع من عليه؟ هي هالغابات هون اول مره عم نستكشفها هي، صح؟ فرجيني. هي اول مره هي، روح قلبي استكشف الشغلات الجديده ويطلع لنا بوكيمونات جديده غريبه عجيبه. خلينا نرتفع لنا شوي لزوم المراقبه، نضل شو عندهم. اذا عندهم بوكيمون محرز من هاجه، خلونا والله خلونا نهاجمون. هيك هيك عندنا بوكيمون مرعب نحن بالقتال. شباب بدي اياكم ما بترحموا، تعالوا تعالوا يلا زلمي. شو مشان الدمج تبعي؟ زتلون هذا شو اسمه المتفجرات اللي بالارض. واو ليك شو بدنا ناخذ اصدقائنا بس نخلص، رح ناخذ هذا البوكيمون المتفجر، عرفتوا؟ كأني قتلتهم كلهم انا لحالي؟ لا هيك كثير هيك كثير، اوكي انا لعيب بس يعني ما هيك بهالطريقه هاي. خلي بوكيمونات يتقاتل شوي، تتدرب لشوي. تعال صديقي المتفجر، والله بدي اشوف هذا توكو توكو. لكو أصدقائي هذا هو توكو توكو بالجذرينج، واحد أبو كلب هذا طلع يعني هجومه بس هيك على الفاضي. طيب تعال رجع أنت، خلينا نرجع نطير ونشوف شو ممكن يطلع لنا. هذول المستعمرات كويس، واحد هيك بصيد بوكيمونات على البارد والمستريح. شو لحين هذول الحقوا ونروحوا على الفاضي. طيب هي هون هيك طلع ما فيها شيء غير هالمستعمرة. شوف هذا الجبل هون في شيء؟ مشكلتي هذا الاستامينا تبعيته بيض 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 على الآخر. طب هي الساحة ليش هيك عاملينها؟ مو لازم يكون فيها شيء؟ يعني معقول هيك بيعملوا ساحات هيك بس هيك لاجل انه يصمموا شيء يعني يساووا شيء جديد؟ خلونا نشوف فينا نطور بالمهارات. واو بدي اطور الاستامينا كمان كمان. واو ليكو الاستامينا، والله بتعرف رح نقص شوي الاستامينا، اعطي شوي للهيلث. ايه يعني هيك كويس اوكي. ما
عاد فيه نطور. صح طب نطلع هذا الجبل، يلا نطلعه. واو في هاي تبعية الالتقاط، كتير كويس، منيح اللي اجينا لهون، كتير كويس. شوفوا ليش بحب اطلع على القمم هاي، بطلع لي بيض فيها، والبيض غالبا بيكون كويس، يعني ما انه بيض مثل هذوليك شي ابو كلب كان، لا هي البيضة غالبا راح تطلعني اصدقائي بقلبها شي مميز والله اعلم. هلا بنروح بنشوفها، اسمها روكي ايج، بيضة جبلية او هيك شي كأني. طيب هاي الارض كلها اصبح استكشفناها، لازم نروح بهذا الاتجاه يعني هيك لهنيك. ليكون شوفوا رح نهاجم ورح نحاول نقتل واحد ونترك الثاني عايش. ها شباب عليكم به، روحوا له، يلا يلا يلا، اكيد واحد منهم قرب يبلع اكيد. بلع واحد، ما بدنا يبلعوا لك حاجة شباب، حاجة تبلعوهم. حصلت عليه أصدقائي، كويس حصلت عليه، حصلنا عليه. لهاد خليني بس فرجيكم يا أبو سريع، أكيد بتركب له سدل طبعا، هذا هو. واو أصدقائي لبني ثلاثة بالنقل، يا الله هذا رح يخرب الدنيا بالنقل هلأ عندي والله. واو والله لو عرفانه هيك من زمان جبته، عن جد أسطوري. واو بتعرفوا جبال صيد واحد تمس، هلا صار ديني ليل، وين في هذا الانتقال السريع كان؟ والله كويس، اعجبني كثير اعجبني. بس هذا بالقتال ما بيرحم عن جد، انا معي صار بلوه مكبره. والله يا شباب لما اروح قاتل فيه يعني الامان بالله، بس عن جد الواحد بيامن انه معاه هيك واحد كل هالشيء كل هالقوه. اصدقائي هذا حاطه بالترانسبورتينج ليفل 2، هلا هذا ليفل 3، فرح اشيل هذا احطه بداله. تحولي شي بالتكنولوجيا عجب جديد، فرجوني طوروني مستوى، لا لازم اتطور لهم عشان سايد عيد التزاوج. بلش نجيب بوكيمونات مرتب، بس هلا خلونا نروح لنا بالاول نرجع نظبط الامور ان شاء الله. يلا ترانسبورتينج، وينه هذا العينتين الجديد ليكو اصدقائي؟ طيب بس هيك نفطر قبل ما ننطلق ونفطر الشعب عنا. حلو فورا ننطلق فريره، ولا راح انتظر شيء. صحيح انا جبت بيضه، خلونا اصدقائي نحط البيضه على التفقيس. هاي البيضه انا كثير قلت لكم معول عليها، وان شاء الله يا رب بيطلع لها شيء مرتب بقلبها. بسم الله، وين كنا ناويين نكمل؟ بهذا هيك هذا المكان، عجبني هذا المكان كثير بقلبه قصص. هاي التله اكيد في من وراها شيء اكيد، هذي انا كنت هناك اصلا. والله العظيم اني فاصل وانا واصل. واو هالغابات ما احلاهم، ما شاء الله على الطبيعه الخلابه. ارجونا شباب بدنا بوكيمونات جديده، بالله عليكم بدنا بوكيمونات جديده. هي ملينا منها البوكيمونات، سئمنا منها بصراحة. الطيران بيسهل الحياة كتير، ها مو شوي، كتير. او ماي جاد اصدقائي ليكو، هذا بوس كهربائي. تبان قديش قوته 2100، واو قوي. لسه انا عياري 1000-1500 يعني نوعا ما بهالدوار نوعا ما. دول شبون اوف، هذا شبو اصدقائي ليش هكذا شي ضخم؟ صغير ما عندي فكرة شو بهذا الخروف، بس بصراحة شهاني امسكه والله. ما بعرف شو بهذا الخروف، محظوظ او ما بعرف هيك، انا حاطه يعني محظوظ. طب هزر شو راح ادخل بهذا الكهف؟ صار لي زمان ما دخلت للكوف، بس معي اكل؟ ايه معي اكل. طيب انا ماش فايت لهذا الكهف، طالما انه هو كهف فراح اختار هاد. النار كثير بيعجبني، اشترك بالهذا على الشعب. تمام ما تروح لعن نفسهم بالعقل. هلا بيطلع لنا البوس، بيروح لعينتين، هذا بيروح مكفخ البوس لعن نفسه، ما بنقدر نمسكه. هذا لا هذا فيدلر عندنا منه. شوف انا قايل للشعب اللي ما حد يقاتل حدا، فما تخافوا شباب ما راح نقاتلكم. شوفوا ما راح طول بقتال هذول الاوباش، فشو راح اسوي؟ انزل لهم هاد وراح اقول له هاجم بعنف، روح علم كفخهم، روح راح استكشف الكهف ما هو يقتلهم. ما تهاجم حدا، انه اجينا لهون على جد، هي اول مره بيطلع لنا هيك شغله. واو عن جد واو، ما احلى المكان هذا الكهف، كثير حلو، احلى من ذاك الكهف. بقلبه هيك شويه شغلات ما كانت موجوده بهذاك. هيك بقلبه هذا الممر هيك اسطوري والله. حلو عند الشجره دائما بيكون هذول موجودين الوحوش ايه هذا كريمش حلو، هذا مستوانا يعني بالقتال.
شباب بالعقل، القتال بالعقل، تمام؟ ما راح احط حتى هاد. بس نضرب واحد. عفس فيهم، يلا عفس فيهم، عفس فيهم. يا قتل البوس. يا زلمه لك عفس فيهم بالعقل. هذا اللي ما عنده أم يرحميني. كويس قتلنا هذا البوس. بصراحه انا هذا ما عاجبني اصلا هذا البوكيمون، يعني توقعت فيه هون شيء اكثر خرافيه. اعطوني شيء بالتكنولوجي. قتلت بوس، مو لازم يعطوني نقطه؟ ما اعطوني ولا لازم حصرا امسكه؟ ما بعرف والله، انا ببالي انه لازم اقتله. ليش بيطلعوا لي جنب هذول البوسات اللي بيرعبوا؟ ليش؟ خلينا نكمل رحلة الاستكشاف تبعنا. والله شوف هذول الكائنات الروبي بيستحقوا انه الواحد يعمل لهم هيك عفسة مرتبة صغرونة. بيو روحوا ابلع. قتلنا واحد. عم ياكلوا يا وبش. عم هذا عن جد كثير مجرم. اصدقائي الاخضر كثير مجرم، كثير كثير مجرم والله. دام شال ليذر لذلك قتلتون. عم هذا الاخضر بلون بلوات الزمن يفضع عينه. يعني عن جد منيح اللي قدرت احصله، والله انا كثير فرحان اني قدرت احصل واحد منه. لازم روح فيه قاتل رفقاته. الساحات الخاليه هيك لوجه الله خاليه هي الساحات. فرجينا حلو. ليك هون في بوس، بس هذا البوس هيك يعني من خرجنا ومن خرجه. تعالوا بلاك بوس وينك؟ هذا عرفتوا اصدقائي اللي عندي منه اصلا انا. ايوه هذا ابوه لهدول. وينه؟ لازم يكون هيك بهذا المكان حاطه لي. والله لازم روضه، بتعرفوا ممكن روضه. فرجوني شو وضعه. هذا دمه 1000 وشوي. طب حزر شو راح اسوي؟ ما راح انزل هاد، راح انزل الناري. لك هلا عم يتجأم لي، حتى ابوه الكبير عم يتجأم لي. بس 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 بالعقل يخرب بيتكم. قتلتوك انتو. ما بحدا يهاجم، ما بحدا يقتل شيء، ما بعد يتلشي بلاك انت وياه. خدنا الاباوي. واو لازم معناها اصدقائي نمسكون. يا الله رحت مقتل البوسات من عن الشيطان. ليك هلا فتحت هي الانشنت تكنولوجي هي. للبيض انا اخذها. تعرفوا والله بدي اخذ السمول فيدباك هذا اللي بحطه بطرفي بصير بياكلوا منه البوكيمونات او باكل منكم منه انا. في هي اصدقائي بتدمج، بس بدنا نقطين. عادي بقتل البوسات بس هلا خليني اخذ هي. اوكي فتحتها. طيب بصنع بس وصل على البيس، على البيس. هاي واحدة لمهارة الالتقاط كمان. واو اليوم يوم اسمه مهارات الالتقاط، كتير صرت اخذ منهم. يا رب هلا هيك نظبط الموضوع وتقوى مهارة الالتقاط عندي اكتر. طيب هلا وين بدنا نروح؟ هاي المنطقة اخذناها في هاد 32 لحد ما لنا خرجوا. هذا 31 ما لنا خرجوا، 23 ما لنا خرجوا، هذا اللي قتلناه كان 11، يعني 10 11 لساتنا خرجوا، 23 لسه، 38 مستحيل، هذا 11 اخذناه. 17 والله هذا لازم نقدر له. هذا الماء هذا لساته صعب. 17 اخذنا. تعرفوا شكلي بدي اروح معناتها هلا لهي المنطقه هون هيك. لازم لف هيك على اليمين واتجه هذاك الاتجاهات، اطلع على هذا الجبل العالي جدا صح. ايه هذا الجبل العالي بيطلع مرتب. يا يبينا يا اصدقائي. واو بيضه حمراء. واو واو اول مره بتطلع لي. انا كثير متحمس على هذول البيوض الغريبه. ايه انا هذا ما عندي منه. هذا الأرنوب عندي منه ولا لا؟ بصراحة أصدقائي ما عندي فكرة إذا عندي منه أو لا، بس مع ذلك صدتهم. تعال هنولاك، إذا نضيع وقتي عليك. ما فلت، ربه رحيم إنه ما فلت مني، هالمرة إنه لو فلت كنت بدي كفه. هذا هو الأرنوب أصدقائي، ليفل واحد، ليفل واحد، ليفل واحد، يعني كثير بيض. كثير بيض هذا الأرنوب، ما عنده شيء، ما عنده سالفة. عمش بتحس الواحد فرحان بهاللعبة هيك مثل زوادي اللي كل ما يمشي شوي يلاقي بوكيمون بيفرح بيقولك بدك تكتشف شو هاد شو بيساوي شو بيعمل. هي الشغلة الحلوة باللعبة ترى. ايه هون في بوس امشوا نقتله. بس دقيقة قبل ما قتله شو وضعه قديش ليفلو؟ 11 ممتاز ممتاز ممتاز. بركي بنمسكه كمان مشان ناخذ نقطة. هذا هو البوس، الزلمة ومرته واولاده.
لهم روح فرطع لهم شمل العيلة معلم روح عم ناشن يخرب بيتك بس ناشن عليه شو بسايف فيهم قلت لك مرتك ولادك هي عم قلت لك مرتك ولادك هذا اللي معي لا قتلوا ايه عطوني والله نقطة هي والله عاش روح معلم اذا هيك قتلهم انا والله منظر حلو له شياع قتلهم لعن وبرك قتلت قبدت العيلة يا وبش العيلة بالليلة قبدتهم إذا ملاحظين ما عاد فيني شيل لود هذا أنا عندي منه يمكن والله أعلم عندي منه بس هذا واد الصغير يعني أنا هيك بتذكر فما عزا خلينا نشوف لك أنا اللي عندي من هاد هو هاد عمش قتلنا الأب يعني هذا بوكيمون طلع وهذا بوكيمون أنا ببالي هون نفس البوكيمون لذلك ما كتير كنت حريص أني أخذه كويس كويس هالحلقة أصدقائي كتير عم صيد من هذول الأوباش سواني نقاط التكنولوجي فتحوا لي وحدة طبعا بس بدي هلا وحدة تانية مشان أفتح هي حلو هون ما وصلوني ليفل كتروني واو صار فيني افتح تبعيد التزاوج يا معلم على التزاوج اديله والله لنكيف يلا امشي لنشوف امشي معلم امشي معلم هاي والله بدأت تحلو اللعبة يا شباب لك لا لا يا اخي لا 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 يا الله والله ما قصدي هيك اكبس لا والله قصدي بس خرطش السلاح حلو نقطة انتقال سريع تعال بربي احلى نقطة التقاط سريع هون صارت عندي انتقال سريع طب هلا انا شو وضعي لازم اقدر اطور شوي من وضع الاسلحة اللي عندي والدروع اللي عندي عشان اقدر واجه البوسات الاكبر والاقوى لازم اقتحم هاي المنطقة طيب بس شلون الشمس هل نروح على البيس اصدقائي زبط لنا كم شغلة بالبيس ونعود بنرجع بكرة على هاي النقطة بصراحة انا جاي اكتر شي مشان اعمل تبعية التزاوج بس ما عندي فكرة من النساوية لانه ما عادت ساعة ابدا عندي شي تبع البيضة 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 هي الحمراء مو هي الحمراء اصدقائي طلعت لي هي هي صدقي بس ابو كلب هي البيضة ابو كلب هاي خلينا نشوف شو البوكيمون اللي بده يطلعنا بقلب هاي يا رب يا رب يقطع راس الجبل شو يا زلمة عنا منه طيب يا الله طب ليش هيك ليش هيك اللعبة بتطالع لك من شي عندك منه بترجع بيطلع لك منه يلعن الشيطان هاي البيضة تطلع ابو كلب خلاص راه المكتوب باين من عنوانه مبينه حلو صار في عنا كمان نقاط خلونا نحسن فيهم الهيلث واو صار الهيلث عندي 1000 يعني صار عن جد كتير محرز معلم الهيلث عندي صار ممتاز طيب هون التكنولوجيا شو بدنا نكتشف شغلات جديدة بتحيث انه تحزز لنا القوة تبعنا بالهجوم بدي شوف شو اخر سلاح موجود عندي بقدر اكتشفه في عندي هي تبعية الاسمنت يعني لسه اكيد راح تهمني لبعدين هذا شيء اكيد بس بدي انا اطلع عشان اخذ الجيجا سفير هي الصفرة كتير مهمة هي اللقطة تبعيتها كتير قوي هذا السدل تبعيته ما بيهمني سجادة ما بتهمني هذا كمان جلافز مشان امسكه ما بيهمني كولر هلا هاد على مبدا البراد اللي عندي فما بعرف ليش ممكن انا اخده هاي ارضيه حجر بدل الارضيه الخشب اللي عندي هل يمكن هذا اقوى سلاح البويزن ارو كروسبو هاد كروسبو المسمم هذا هيتر هذا عكس هذا ببرد هذا بدفي الوول والله بدي وول معلم تعال وهذا الشيست هذا الكبير كمان ممكن ينفع هذا للتدفئه ما بيهمني طيب هلا صار عندنا بعض القصص اللي ممكن نبنيها هاد تبعية التزاوج ما اكبره تبع التزاوج تبان ما اكبره تبعية التزاوج يا معلم لا تبع التزاوج اصدقائي مش منطقي اعمله هون حتى انا قديش كم بيس فيني ساوي هلا خلوني بس شوف فيني اعمل ابجريد ليكو اصدقائي ماكس نمبر اوف بيسز 2 فيني اعمل بيزين هلا انا بس انا طبعا هلا ما عملت بيزين يعني ما لقيت خلينا نقول مكان مناسب لحتى اساوي بيس تانية خلينا ننام هلا في حدا هلا راح يبات من دون بيت لا والله لسه عندي كويس والله اني كويس اني عامل زياده هذا عم ينام شي على الطاوله لا هذا قد مو كبير ليك شو بيلزق راسه بالطاوله لما بدي انام هذول فطوني هلا نشيلهم لاني ما عاد بدي اياهم هذيك تنم معي عم يبعروها كل مره بكون عم قاتل بيجوا ببعروها هاي 3 لا بس خلينا نساوي 3 هذول ضروري يشيلون هذول الأوباش اللي معي النارية هذول شو اسمه هذول طب شيل هاي ولا شيل هاد هاي ولا هاد قديش الأتاك تبع هاد 219 229 واو عن جد واو ما أصبح أشيل هاي خلاص راح أترك واحدة بس معي هو يعني واحدة كويسة لا بأس بها رح ناخذ معنا شيء هيك شخصي قاتل طبعا كان عندي هاد يمكن القوي لا مو هاد والله هاد ممتاز بالقتال خلونا ناخده معنا كمان طيب اكل معنا امور معنا بس خلينا نحط شوي شغلات بالصناديق مش لازمه هي الورده فيني استخدمها لحدا بس ما بعرف شو بتساوي بتتاكل ولا شو بتساوي ما عندي فكره والله خليني استخدمها لي
كأنها تاكلت بس لا أكثر ولا أقل. وهي نفس الشيء، لا هي فاكهة، هي بتقوي بتعمل هجوم كهربائي أقوى. تعرفوا ممكن حطها لهذا البلوى اللي عندي، تفرجوا بساوي هيك بيجي بحطها لهاد بليدك الطعمية، بقول له روح طعميها. هلا شوفوا شلون صار أصدقائي هاد. هلا فيني غير له مثلا بدل الهجوم الأرضي أعمل له هجوم كهربائي 90. واو، طبعا حسب الحاجة بعود بغير له هجوماته. هاي البيضة خالصة، طبعا هي بيضة أبو كلب أكيد، كلب أبو كيمون ناري يمكن روبي أو هيك شيء. لا والله جديد، خلونا نشوفه، كتير كيوت يعني، كتير كيوت وكتير بيض. خلص يلا روح، شو بدي أعمل لك؟ خلينا نروح نسوي سور. والله هون وين وين الحدود؟ هون الحدود. شوفوا شلون سويت هذا أول سور. أوه ما أعلاه ما أعلاه كتير عالي. راح تسألون هيك كيف بدك تطلع وتنزل؟ معي انتقال سريع ومعي شو اسمه ومعي الطير، فما راح اضطر اطلع وانزل الا فيهم يعني. شايفين اصدقائي شلون صارت؟ والله اسطوريه. هلا من هون ما فين حدا يطلع لي هيك وهيك، تمام هون ما فين حدا يطلع لي، من هون كمان ما فين حدا يطلع لي، من هون صفى. هلا هون بقى ممكن يبلشوا يجوا لي، فانا شو راح اسوي؟ راح اسوي الحيط رد من هون هيك. 1 hour later. شوفوا اصدقائي شلون صار هلا الترتيب، تفرجوا هاي الحدود من هون كلها محميه هيك هيك للجبل. الجبل ما في حدا ينزل عليه منه، من هون ما في حدا ينزل، هون ما في حدا ينزل، من هون رد محميه هيك هيك، بعدين هون نزول. يعني باذن الله صرت محمي 100%. هلا شو اللي راح اسوي للقاعده هي البشعه؟ خلينا نقول باعتبارها بس هي موطني الاصلي، عندي هي طبعا مساحه بالمي كلها مهدوره، راح احاول ابني فيها الفاونديشنات، بركي بنبنى فيها، ما بعرف اذا بنبنى فيها ممكن استغلها للمي، ما اتركها هيك. اصدقائي ممكن تشوفوا شيء بحياتكم وعمركم ما شفتوه، خلوني افرجيكم اياه، فرجيكم شيء عن جد حياتكم ما شفتوا. تعالوا تفرجوا 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 شو بنيت، طلع شو بنيت هون، ترى تحايلت كتير، نظام اللعبة بالبناء كتير صعب صراحة، كتير كتير. طلع شو عملت هون، شوفوا عملت تحت أرضيات، عملت عليه هون حيط، عملت هدول روف. هلأ روف مد معي لهون، أما الأرضيات مستحيل يقطعوا المي، يعني مستحيل ينزلوا على المي، المي تعتبر غميئة. حتى لك وقتش كسرت طول الليل طبعا عم بشتغل، ما نمت أبدا، الشباب كلها نامت وقعدت أمورها تمام، أنا هوني ما نمت. هلأ هاي ما بعرف ممكن أنا استبدل كل هذيك المنصة اللي حاطة هونيك وساويها كلها تهون، مشان أترك الأرض الخضراء ساوي عليها فقاسة شو اسمه تبع التزاوج. لا شوف شو بدنا نساوي يا جماعة الخير، والله بس تحايلت على اللعبة محايلة بنت لزينة. هلأ إذا بتنحط تبعية التزاوج هون خلص ما في داعي، خلينا نجربها. شكلها ما بتنحط على فاونديشن تبع التزاوج، شايفين ما بتنحط، بينما القصص الثانية كلها بتنحط على فاونديشنات. كويس والله، شوفوا شو عملت لكم الحيطان. والله الصورين مش ما يوقع البوكيمونات لانه اكيد راح يوقعوا اكيد. اصدقائي عم استغل نظام الطوابق، شوفوا عم ساوي طوابق، تعالوا افرجيكم، عم بقصلكم شيء بالمونتاج بصراحه مشان ما مللكم. تفرجوا نظام الطوابق، راح اطلع كمان طوابق كمان لفوق، طالما انه الامور عم تسمح لي في اللعبه فخلص بدي تم اطلع بطوابق لوقت ما اقدر، ما اترك شيء بالارض ابدا، اتركه بس للشو اسمه للتزاوج وللمزارع والهيك قصص. أصدقائي الراعين خلوني شوف رجيكم شو ساويت بكل هالغيبة، يعني ما غيبة بالنسبة لكم بس غيبة كتير طويلة بالنسبة لي، شلت كل هذا الشيء وعملت تبعية التزاوج ليك هو. غيرت شكل القاعدة كتير 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 كتير. طبعا اكتشفت معلومة وأنا عم بقرأ هون بل بالأوبشن بل بالسيرفايفل جايد، في هون وين وين ليفل أب هون، انه انا الليفل تبعيتي او بالاحرى البوكيمونات تبعيتي راح تصير اكثر شيء بليفلي، فوق ليفلي ما فينا تطلع وانا ما فيني نصيد حدا اكثر من ليفلي، فلذلك لازم تمعم صيد مشان يكبر اكثر الليفل تبعيتي. فلذلك تفرجوا ليفلي قديش انا 19، شوفوا البارتي رفقاتي ليكو صاروا 19 صاروا حمر، انه ما عاد فينا نكتروا اكثر من يعني ما فينا نصيروا اكثر من هيك، فانا هلا عم بحرمهم من شغله التطور حرام. فلذلك لازم نطلع وشو نساوي؟ الشغله اللي روح قلبنا نساويها اللي هي انه نصيد بوكيمونات. هيا بينا يا اصدقائي الرائعين، شيلنا معلم تعال. طبعا هي ليش سويتها؟ بعد شوي رح نصير نعمل تزاوج وما تزاوج والله حي والذي منه. هاي بس هلا خلينا نروح لهون نستكشف هاي المنطقه فريره. ممتاز جبت لي هاد فورا فورا، تعال معلم ركبني المرجيحه. الو لازم نروح بهذا الاتجاه، حلو هي كنز احمر. يا الهي اللعبه قديش حلوه، يا الهي اللعبه قديش بقلبها قصص وتفاصيل. حلو ربحنا شيء، شوفي هون نزلنا عملنا هالليله اصدقائي هون، خلونا ننزلنا منه الليلة نقتلهم أبو سريع. طبعا أبو سريع مسكنا واحد وقتلنا واحد، هلأ رح نكمل على البقية. وهو أصدقائي ليكو هي الدجاجة، طبعا هلأ بلكن شو هذول، أنا قريت عنه مسوي شيء ترجع. لك ليش هيك؟ لا تعصبي لا تعصبي لا تعصبي، هذا دجاجتي الجميلة. لا قتلتها،
مرتبان أصدقائي، هي الدجاجة بتكون كتير مرتبة. هاي مش هيك عم بقرأ عنها هون كمان ايه؟ شوفون هدول الهيكل بيقولوا لك إنه لوكي بالز أصدقائي مسمينون. هذول بيكون معهم كتير قصص وبسيف سكيلز كتير كويسة وأكتيف سكيلز كتير كويسة، بيجي حجمهم أكبر وعليهم هيك إضاءات. ما بعرف هدول كأنه بالتحديث الجديد ضافون. للأسف أنا راح قتلت واحدة منهم. والله أسطوري هالغابات يا شباب. واو هلون في نهر. خلينا نطلع شوي على العالي نشوف شو الوضع هون. كمان معسكر. اوه هدول شو قصتهم هون معسكرات هون؟ مش كمان حابسين شي محرز لحتى قاتل مشانه؟ حابسينهم كلهم بيض. هاي معسكر قلنا هنيك. شلون ما تحركت صار في له معسكرات؟ شلون ما تحركت؟ ليكو اصدقائي دخل ربه. اجا لقدامي شفتوه؟ العين تمس هذا ليفل 20 بدي اعذبنا شوي بس معلش. تعال شو راح سهل انا؟ ممكن نزل مثلا هاد. ايه قاتله بالعقل معلم بالعقل بالعقل روح. قاتله معود شبك. حلو حلو ممتاز. لا معلم روح قتل بوكيموني انا شو دخلني؟ كحقك علي انا هاجمتك اخي. اعطيني يلا نشوف نقدر نجيبه. معلم كره خضراء هي والله عيب عليك. شمطه وحده. تعالوا لهك. ما بدي سفقه كثير خاف يموت اقسم بالله صرت خاف عليهم. بالله عليك اركب بالله عليك اركب بالله عليك اركب بالله عليك اركب. ايه ايه معلم ايه يلا انت قد تستطيع انت صديقي الجديد. اهلا وسهلا بك يا صديقي الجديد. ترى انا هو صديقي الجديد. والله ليك هو ليفل 2 بالووترينج واخيرا لقيت واحد ليفل 2 بالووترينج واخيرا واخيرا. حلو اهلا وسهلا بصديقي الجديد. والله يا اصدقائي بدي استغل الليل. ليكو شلون الخضر ببينوا بالليل. ليكو في وحده هنيك وفي وحده على راس هي في وحده على راس هي في وحده على راس هذيك. واو شلون ببينوا. والله بدي استغل الليل من هون ورايح وما راح اروح والله هيك قال نام واستنى الصبح ليطلع فورا. لا راح اصير اجي واخذ هذول البوكي شو اسمه الخضر. شو في هون؟ شو هاد؟ مطلع اصوات غريبه. واو شو هاد؟ ليش هذا الجبل شكله بخوف؟ واو ما احلى الشجره بالليل. ليكو اصدقائي ما احلى الشجره. واو والله انها حلوه اقسم بالله. هالطير هاد لا يعلى عليه. طبعا لسه اكيد في طيور احسن من هاد بس انه يعني فكره الطير بهاللعبه لا يعلى عليها. شوف يوم اكيد في بوكيمونات نادره. شايفين اصدقائي الخضر شلون بصيروا ببينوا؟ ليكو اشكر خبر ببينوا طلب احلى هون. بروح هيك على البارد ومستريح باخذهم. لا بتعذب بالدوار عليهم ولا شيء. مو بس هيك هي اثنين بواحد. شوفوا فوق في هي تبعيت القوة قوة الالتقاط وهي البيضة. يا عين يا عين يا رب تكون هي البيضة كويسة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ما بدي بيضة هيك أبو كلب على الآخر ما بتطالع لي شيء. ما في خضرة هنيك لسه. والله الليل طلع أحلى طريقة لحتى تقعد شو تصيد فين هذول الخضر قسما بالله. لك أصدقائي في بيضة هنيك. كتير عجبتني الجاي بالليل كتير عجبتني الجاي بالليل. لسه شو هلا اذا بدل هيك بتصير دنيا ليل على الاخر. بس انا حاطط هاد مشان نشوف شوي. طيب حاجة خلونا نرجع القاعدة ونطور حالنا بالباور بالكابتشر باور. والله العظيم شي رائع ولو الطلعة بالليل كتير حلوة طلعت. شكرا لكل الاصدقاء اللي قالوا لي اطلع بالليل اطلع بالليل. حتى قالوا لي في بوكيمونات بتطلع غير. طبعا انا شفت الحلقه الماضيه طلعت فعليا في كثير بوكيمونات تطلع يعني ما كانت تطلع بالعاده. هي المنطقه كلها درتها هلا. والله كويسه المنطقه تبلش بقى ارجع لهون شوي سوي شيء. خلينا نرجع على البيس فريره. ما هذا اللي معي بينعس خطاي بده ينام. معي 17 بدي 11 بيو بيو طورت حالي صار بدي 15 تبان. والله بدي كثير. صحيح هذا انا خليني اقوي اكثر بالاتاك يعني باعتبار انا عم بشتغل عليه اكثر شيء فممكن اصدقائي هذا قوي الاتاك عنده للليفل اعلى ليفل. صار هاد جبار ومن هو قوي كثير صار كثير قوى. طب بتعرفوا اصدقائي ممكن نزوجه مع حدا بس ليكو قرات هون كمان. شوفوا اصدقائي لحتى نتم عمليه التزاوج لازم نحط لهم كيك. يعني
يعني لازم نحط لهم هذول الكيك لحتى ينتم على عملية التزاوج، غير هيك ما بتصير عملية التزاوج. طب انا رحت لحتى اساوي الكيك، شو بدي؟ شوفوا شو بدي حتى اساوي الكيك، من هون بنساوي الكيك ليكول كيك هاد، بدي هاني، الهاني اللي هو العسل، فلحتى لاقي العسل لازم لاقي النحل، فهذا تصير شغلتنا نحاول نلاقي العسل حتى يكتمل عندنا كل اركان اعداد الكيك. حطيت فقاسة البيض هاي هون شوفوها، اه 10 دقايق معناها ابو كلب. سوينا نشوف البيضة الثانية، فينا نعملها نشوفها ساعة. او ماي جاد اصدقائي، هي هي البيضة الصح، هي هي البيضة الصح، هي هي البيضة راح تطلع لي البيضة الذهب. هاي هون شو وضع فينا؟ طلع هدول الكرات صح. تعالوا شباب حدا يشتغل فيهم، تعالوا وينه هذا؟ اشتغل، خليك عم تشتغل، ما بدي اشوف وجهك. تبعات التزاوج ما راح نساويهم هلا، انت قلت لكم لحتى نساوي الكيك يعني لحتى نصيد النحل.